لتسليط الضوء على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يؤكد استخدام نظام الأسد غاز الكلور في كفر زيتا بريف حماة وآثاره أيضا. يعني ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، بداية مرحبا بك. في تقرير جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ثبت استخدام نظام الأسد غاز الكلور لقصف بلدة كفر زيتا بحماة. ما أهمية صدور تقرير من منظمة مهمة كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا نظام معادي للإنسانية، وإذا كانت مثلا هذه المنظمات والأمم المتحدة مثلا بكل مؤسساتها تكشف قطرات، تكشف أجزاء بسيطة من الجريمة العظمى التي تتم بشكل مبرمج، ليعلم المشاهدون الكرام أن أكثر من 350 ضربة كيميائية حصلت من هذا النظام، وكل ما نسمعه هو التأكيد على نزع أداة الجريمة، نزع أداة الجريمة وترك المجرم. هذا المجرم ارتكب منذ 2012 وليس 2013 يعني كانت هذه الضربة الضخمة في الغوطة، ولكن الضربات الكيميائية تتم بشكل مستمر، ومن عهد أوباما يطالبون دائما بنزع السلاح الكيميائي والغازات وإلى ما هنالك ويتركون المجرم. المجرم اليوم بعد تقرير حفار القبور مرتكب لما يقارب 4 ملايين سوري قتلوا في هذه الحرب وحيدة الجانب التي يعاقب فيها الشعب السوري المنتفض العربي. كيف تقرأ دكتور توقيت صدور هذا التقرير؟ أولا هو تقرير يعني متأخر، تجد أن المجزرة تمت منذ شهور وشهور، وتجد أن المنظمات هذه تتأخر دائما وهي لا تكشف حجم المأساة في هذه الضربات. حجم المأساة كبير وكبير جدا، وهم يعني يتحركون ببطء شديد، ودائما قلنا نتحدث عن نزع أداة الجرائم وترك المجرم. نحن في وضع غير مسبوق عالميا وحتى عبر كل التاريخ الجميع يتفرج علينا. وسأذكر لك مثالا أن أمريكا صرحت بأنها قد اكتشفت في 2013 أثناء الضربة الكيميائية على الغوطة الشرقية، اكتشفت وسجلت اتصالات بين ماهر الأسد المجرم وما بين ضباط اختصاصهم ضرب الكيميائي عن طريق الهاون بعيدة المدى وعن طريق المدفعية بعيدة المدى وعن طريق البراميل المتفجرة التي ذكرتموها. التسجيلات موجودة يعني من قبل أن تأتي أي منظمة لتحقق في هذا الشأن ببطء شديد. أمريكا لديها تسجيلات موثقة وتجسسات على هذا النظام، وتعرف بأنه قد ارتكب المجزرة هو، وحتى أسماء الضباط كلها، كل الأسماء تعرفها. ماذا عن لجنة التفتيش التي أكدت تفكيك منظومة السلاح الكيماوي؟ لأنه يصنع باستمرار، ربما فككت يعني أو أتلفت بضعة أطنان لنقل من هذه المواد الكيماوية والغازية، ولكننا نسمع يعني دائما تقارير على أن الدولة الفلانية، الشركة الفلانية قد صدرت في 2015 صدرت مواد تصنع منها الأسلحة الكيماوية بسرعة وببساطة، وأنها صدرت مئات وآلاف الأطنان للنظام السوري. فلذلك يعني هناك عملية، يعني لا أقول لك تآمر وإنما هذا أمر واقع، أن الكل يمارس عملية الذبح، إما بتزويد هذا المجرم أو بتسويف روسي مثلا في مجلس الأمن وغير مجلس الأمن وتمييع القرارات التي يمكن أن تصدر. في هذه النقطة دكتور أسامة، يعني قصف المدنيين بغاز الكلور جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها النظام، جرائم كثيرة، ولكن هنا السؤال على ذكر يعني وجود هذا الدعم، لماذا يدعم هذا النظام؟ يعني يجد دعم قوي من عدة دول وعلى رأسها أمريكا ربما، ولكن في المقابل لا نجد أي رد حقيقي ولو بالتلويح بعقوبات على النظام. هذا النظام من أيام حافظ أسد يعني ارتبط بأجهزة مخابرات عالمية، وهذا فيه شهادات الضباط من عام 66 ارتبط بالمخابرات البريطانية، باع الجولان،
ارتبط حتى بالCIA بكل المخابرات. نحن عندما نتكلم عن الإدارات والمخابرات الدولية فهي إلى جانب النظام، لأن النظام مستعد أن يعقد صفقات من تحت الطاولة ويبيع الأرض ويبيع الحجر والبشر. لذلك نحن نعتمد اليوم على الشعوب، على البرلمانات التي في الدول الحرة تمثل فعلا الشعوب. الشعوب لا تعلم شيء، لا تعلم حتى أين سوريا، أين موقعها. لا يعلمون أن عدد الشهداء وصل داخل السجون وخارج السجون إلى 4 ملايين، لا يعلمون شيئا. لذلك يجب أن نفصل بوضوح بين الإدارات والمخابرات لكل الدول في العالم وما بين الشعوب. الشعوب عندما تكتشف الحقيقة، وسنسعى إلى أن تكشف الحقيقة أمام الشعوب يعني البرلمانات، ستضغط على إداراتها ويحصل شيء، كما حصل في قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة من الكونغرس، والإدارة الأمريكية تلتف وتدور حول هذا القانون ولا تنفذ منه الشيء اليسير. لذلك هناك مجموعة الضغط، الأبطال الأمريكان من أصل سوري يمارسون اليوم فعاليات وضغوط من أجل تطبيق وتفعيل قانون قيصر. لذلك نحن نسعى أيضا في أوروبا إلى مثل ذلك، قوانين قيصر جديدة هنا وهناك، حتى يطلع أولا البرلمانيون، ثانيا أن يضغطوا لاستصدار قرارات كقرار قيصر. طيب دكتور أسامة، أخيرا 5 تقارير تدين النظام السوري، هناك 17 حالة يتم التحقيق فيها يشتبه باستخدام النظام السوري للكيماوي. لماذا يعني مع القناعة التامة ربما إن صح التعبير بأن المجتمع الدولي سوف لن يتحرك بقرار لمجلس الأمن كما حدث في العراق وليبيا لأسباب أنتم تعرفونها، ولكن هنا ماذا بوسع الشعوب أن تفعل؟ الشعوب الحرة ممكن أن تفعل. ذكرت لك الطريقة، يعني كما تصدر الكونغرس قرارات بعد جهود مضنية للسوريين الأبطال اللي هم أمريكا النفل السوري، علينا أن نتبع هذه الطريقة ونحن نشتغل عليها، ويجب علينا وهو نداء لكل السوريين الأحرار أن يفعلوا ذلك في كل بلد حرهم فيه. وهذا الضغط الدولي سيثمر أشياء وأشياء لا نستطيع إلا عبر هذا الطريق من استصدار قوانين تضغط على هذا المجرم هو ومن معه نحو الزوال، تضغط عليهم نحو الاستئصال، نحو أن يعني يحاكم هذا المجرم. يجب أن يحاكم هذا المجرم لأنه عدو للإنسانية ويرتكب جرائم غير مسبوقة بحق الإنسانية. دعك عن الشعب السوري، هم في النهاية شعب، يعني هم الإنسانية تابع للإنسانية، هم بشر، ويجري ما يجري، والأرقام كلما تتكشف تخبرنا بأرقام أكثر وأكثر، والأمر يعني هو فعلا تراجيديا، أمر مأساوي، هولوكوست سوري مستمر والكل يتفرج. شكرا جزيلا لكم من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة المبوحي، شكرا جزيلا.